ما نقول السهم دابا هو خويا امتحان دا خويا امتحان دا صعيب فهمتي راك دخلنا كنا معولين على شي حوايج ما تحطوش واحد شو ما الدريش كيبكي استاذ الله يدري حشومك مو ما نشرح لك حطوا لنا واحد عادي غندوي عليه حطوا لنا واحد لعيبه من 2010 ما تحطاش حطوا لنا دابا ما فهمنا فيها والو وحطوا لنا واحد الاكسبريسيون بينو وفيها جبده اختك عام باش يلا تبينها ما عرفنا لا الطاكسي ما عرفنا لا والو هي صراحه امتحان غنجيبو ديك التعاود ياك التعاود ولا 10 ياك بحالك مو بغينا حنا المعدل وامتحان راه ما تعاملوش معنا صراحه الله ياخذ فيهم الحق شنو الحيره مزيان مزايره ولكن داروا القانون حنا يحصلوا معنا واحد ضربوه بتقرير خرجوه لا المهم كاين اقسام كاين شي اقسام اللي تعاملوا معهم وكاين شي اقسام لا مشكله سيدي مسالوا معهم حنا ما سالوش معنا نشوفوا هذا الماتش اللي غيدوز غدا اس في تي نهار الاربعاء الله يسلمك قولي خلينا نقلوا في السافه وحطوه صعيب صعب صح ما تعاملوش معنا ما راه عاوش لينا ما راه عاوش صعيب صعيب امتحان ياك ريح فيا ريح كما كتشوفوا كان داك الشيء في المتناول الحمد لله بريبارينا خدمنا مزيان ان شاء الله نجيبو مزيان سلام صراحة داك الشيء دار ساهل عادي ماشي شي حاجة صعيبة الشيمي ساهل الميكانيك عادي فيه الخدمة والالكتريسيتي صراحة الامتحان كامل في المتناول ديال الجامعة اللي ما بغاش ينجح واللي بغى يسقط اللي خدم راه خدم اللي ما خدمش ما غيخدمش قالوا انه صحاب التريبي كاملين جمعهم في قسم واحد لا ما كاينش هذا الهضره انا ضحوا معنا المخزن ها كيتفرقوا ماشي كيعزلوا بريفي بوحدهم لا ما كاينش هذاك الهضره هذا الكذوب اللي ما دار والو راه كيقول هذا الشيء كيفاش كانت الحراسه حراسه صراحه عاديه هما ما كاينش النقله واوميم طول الاساتذه ما كيبينوش لك زعما انهم سلطة عليك وداك الشيء بالعكس كيتعاملوا معاك زوين ولكن راه ما غاديش تنقلي فهمتي بعد هذاك الخلعه ما كيخلعوكش بحال زي هذوك الدوزي في ليكول ديالك امتحان كان في المتناول الصراحه ولكن كون كنت فاهم كنت غادي نخرج ولكن انا ما كنتش فاهم ولكن امتحان سهل الصراحه وكيخدمنا مزيان الحراسه الصراحه مشدده ما خلاونا درنا والو صافي ما درنا والو انا العام كامل كاع ما قريتش انا العام كامل كاع ما قريتش البارح درت الشيمي واليوم فرقعت الورقه وبلا زبيب بلا شمر الورقه غتعمر ان شاء الله لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد